إذا مات ابن الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لاحظوا، صدقة جارية من استطاع أن يضع صدقة جارية في الأفعال أو علم ينتفع به. طيب هل علم ينتفع به لابد أن تكون تؤلف كتاب؟ لا، ممكن تدعم مشروع علمي ماديا فيدخل الصدقة الجارية. وذكر شيخنا الشيخ بن عثيمين أيضا رحمه الله أنه يدخل في العلم الذي ينتفع به. عندما أنت تطبع كتابا أو غير ذلك مما ينتفع به يكون لك، تكون أبقيت علما ينتفع به. أيضا أو ولد صالح يدعو له. قد يسأل سائل فقط الولد الصالح، دعوة أنا لأخي المسلم الميت هل تقبل؟ نحن الآن صلينا على أموات، نعم، لكن هذا للتأكيد عناية. أولا حتى يعنى الإنسان بتربية أولاده، ثانيا لاحظوا أنه قال أو ولد صالح، لأن أغلب من يدعوهم الأولاد الصالحين، ولا غير الصالحين ينسون والدهم بعد أيام، حقيقة. وتوجد حالات محزنة من بعض الأبناء يموت والدهم ولا يذهبون إلى المقبرة معه، وهذه حالات نعرفها، يموت والدهم لا يذهبون معه إلى المقبرة. هل هؤلاء سيدعون لأبيهم؟ قال أو ولد صالح. ثانيا أن أكثر من تقبل دعوته هو الصالح، لأن الولد الصالح هو الذي تقبل، أرجى أن تقبل دعوته. الآخر قد تقبل وقد لا تقبل والله أعلم.